جماعة، معكم محمود من قناة رو لايف. ايه رأيك في الفشل؟ في ناس منكم بتحب الفشل؟ ده سؤال مني ليك يعني. هل الفشل ليه بريق؟ هل الفشل ليه طعم لذيذ؟ الإجابة نعم، أحيانا كتير بيبقى ليه طعم كويس، وساعات ناس كتيرة بتنبسط أما بتفشل. مش بتكلم انك تشوف حد غيرك فشل مثلا فتفرح فيه، مش ده اللي قصدي، قصدي على نفسك. اما انت بتفشل احيان كتير ممكن تنبسط في عصرنا الحالي. فطبعا الناس يقولوا ايه اللي انت بتقوله ده، مستحيل في حد يحب الفشل. في ناس بتحب الفشل ومستنيينه ومنتظرينه يعني. في حاجة لو قلتها لك هتقولي صح، هو ده الموقف اللي فعلا ممكن احب الفشل فيه. هديك المثال، لما يكون في حاجة انت اجبرت انك تعملها او مضطر انك تعملها ونفسك انها ما تنفعش او تخرب او تنفجر او تضيع او انك تفشل فيها عشان تثبت للي اجبروك، اهو اللي قلتولي اعمله فشلت فيه، فتبقى فرحان من جواك انك انت حاسس يعني فشل بطعم الانتصار. في فشل بطعم الانتصار؟ لما واحد يخش جامعه غصب عنه وبعد 4 سنين ولا 5 سنين يخلص وما يعرفش يشتغل، يقعد 5 سنين قد اللي درسهم من غير شغل او مش عارف يلاقي شغل، من جواه بيبقى مبسوط، من بره بيبقى حزين، او جواه ممكن خليط ما بين الحزن ان هو عمره بيضيع منه 10 سنين، وفي نفس الوقت عايز يثبت لأهله أو لأبوه اللي أجبره على دخول الجامعة دي إن أنا ما كنتش عايز أدخلها وأنت أجبرتني، ودي النتيجة. فدي حالات الفشل اللي بطعم الفوز، اللي بطعم الانتصار، لما لعيبة تتخاذل في مباراة عشان عايزة تثبت إن المدرب فاشل فيفشلوا نفسه، يلعبوا وحش، ما يركزوش عن عمد، يبقى في استهتار عشان يتغلبوا، يقوم المدرب يمشي ويقول ده هو الوحش، هو اللي ما بيفهمش والغلط منه، فبيبقى هزيمة بطعم الانتصار. في الحروب في جيوش وجنرالات تأمرت علشان خاطر النظام الحاكم يبان انه فاشل، او عشان العدو يغلب ويشيل النظام الموجود فيقدروا هم يعيشوا حياة أحسن بدل الضغط اللي موجود عليهم. أنا بعمل المقدمة دي ليه؟ أكيد عايز أوصل لنقطة، والنقطة اللي عايز أوصل لها هي موضوع حب الفشل تطبيقيا في حياتنا عامل إزاي. طب هو قبل ما نخش في الخطوة دي، طب هو حاجة كويسة أصلا؟ هو يعني الموضوع ده حاجة كويسة انك انت تفشل نفسك او تفشل نفسك علشان خاطر توقع حد غيرك؟ اقول لك طبعا اكيد ده حاجة مش صح، ومش بقول لك، مش بتكلم على الموضوع ده ان هو حاجة كويسة وانك تعملها، لا بالعكس، ده انا بنتقد الموضوع ده. يعني حتى في امثلة ونكت وفوازير حاجات كده اتعملت على اليهود ان هم مثلا يقول لك اخرق لي عين بس تخرق من اللي قدام، من اللي قدامي ده مثلا عينين، يعني عندي استعداد اخسر عيني بس بشرط اللي قدامي كمان يخسر عينه او عينين الاثنين. فان هو عنده استعداد فشلنا انا بس اللي قدامي ايه يفشل او يفشل اكتر. فثقافة الهزيمة دي بدأت تنتشر في المجتمعات العربية للأسف، وهي دي النقطة اللي انا عايز اوصل لها، حاجة غلط وبدأت تنتشر اللي هو ايه، مش مهم اخسر، افشل، افشل نفسي بايدي بس الطرف التاني ما ينجحش لان انا للأسف في نفس المركب. طب ايه النظرية دي؟ هل بعد ما بتعمل الاجراء ده بتنجح، بتاخد اللي انت عايزه بعد كده بتبقى في مستويات اعلى؟ الاجابة لا، في الغالب بيكون لا. الهزيمة هزيمة والفشل فشل. انت كده كده مثلا عايز تبين فشل حد فبتضيع نفسك عشان تثبت فشل حد تاني. الحد التاني ده ممكن هو مسؤول عن 5 غيرك، عن 100 غيرك، عن 1,000,000 غيرك. لو انت فشلت بالنسبة له انت في الزبالة، انت ضيعت 10 سنين من عمرك، بالنسبة له انت ما يهمش، يعني مش هتفرق معايا.
انا كمدرب اقلت وبتاع، هلاقي منتخب تاني وهدرب في حتة تانية. انت اللي اتحكم عليك الهزيمة، انت اللي خسرت، انت اللي بلدك خسرت. المدرب ممكن اجنبي ومشي، والدك ممكن عنده اخواتك احسن منك ما فشلوش وشاف نجاحه فيه، ممكن ما عندوش غيرك بس هو شاف نجاحه في نفسه، خلاص ابني انا رميت طوبته. انت اللي خسران، انت فاكر انك خسرته، ده هو عمره ده كله فيه هزايم وخسائر يمكن اكبر من اللي انت بتعمله ده. ويا ما دقت على راسه طبول واستحمل، وعنده نجاحات كتيرة تعوض اي حاجة من اللي انت بتحاول تفشله فيها او تبين ان هو فاشل فيه. النظام الحاكم في بلد لو جيش تأمر عليه وعلى في حرب علشان يخسره فيطلع هو فاشل، طب ما برضو احنا بلدنا كلها هي اللي خسرت، النظام هيتغير وكل حاجة، بس اسمك خسران. هو الخسران ليه تمن؟ هو الفاشل ليه تمن؟ في حد هيحترمك ولا بعد ما خدت على قفاك سوري يعني؟ حد هيديك قيمة بعد كده يقولك لا لا انا عارف ان اللي كان القائد بتاعك وحش، انا هاجي تعالى يا بابا عندي هنا، تعالى اقعد على حجري بقى وانا هظبطك وهديك فلوس وهديك اختراعات وهديك قروض وهبني لك مشاريع وهعمر لك بلدك وهتبقى حاجة حلوة جدا وهحط لك رئيس كويس بدل اللي فات. مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيجامل بالطريقة دي. الحساب ايه؟ الحساب مين؟ هو كسبان ايه من ورا ده كله؟ هو الناس بتخش الحروب إيه الا عشان مكسب، علشان يدرأ خطر. انت ما ضربتش الخطر اللي عليك، انت المفروض بتقاوم الفشل عشان بتحمي نفسك، بتحمي ظهرك من الطعنات. انك انت اما تعدي في مواقف كتيرة تراكم الخبرات عندك خبرة نجاح، لكن خبرة الفشل لما تتراكم عايز تزنبق ده وتخزوق ده وتلبس ده، فعمال انت ايه بتفشل نفسك في حاجات علشان توقع ده توقع ده، وفي الاخر هو وقع منه 10% وده وقع منه 5%، انت وقع منك 100% وكمان اكتسبت خبرة الفشل، فبقيت خبرة النجاح غريبة عليك ومش قادر تنفذها ولا تمشي في خطواتها. فلذلك تفسير ذلك ان ناس كتيرة الايام دي ما بيقدرش ياخد سكة النجاح لاخرها وخلقه ضيق، بينما عنده استعداد يقعد 10 سنين 3 سنين 5 سنين يقعد يفشل، ما يطلع من فشل لفشل، ادمن الخسارة ادمن الفشل بقى متعود عليه مش غريب عليه، بينما النجاح هو اللي بقى غريب عليه. والخطوات بتاعت النجاح كم هي ثقيلة على ظهره ان يتحملها او يحملها على اكتافه. الحلقة خلصت، يا رب تكون رسالتي وصلت. ما تحاولش تعود نفسك على ثقافة الفشل. نشوفكم على خير، في حفظ الله، السلام عليكم.